مصر امبارح احتفلت بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. الحقيقة أن القضية الفلسطينية لها أهمية استثنائية عندنا كشعب مصري وعندنا كقيادة مصرية، وده طبعا من واقع مسؤوليتها التاريخية الداعمة بشكل دائم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية بالنسبة لمصر. عشان كده توابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، في التزام أصيل للدولة المصرية بمسؤوليتها تجاه قضية فلسطين وتجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. الحقيقة أنه دائما مصر واقفة سند للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ودور المصري في دعم الأشقاء في فلسطين يمكن ظهر بشكل كبير جدا في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكيد طبعا كلنا فاكرين شهر أغسطس اللي فات لما نجحت الدولة المصرية في حقن دماء إخواتنا الفلسطينيين وتوصلت إلى قرار وقف إطلاق النار في غزة، وده كان تحديدا يوم 7 أغسطس من عام 2022. كان في إشادة من كل قادة العالم وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي قدم طبعا الشكر لسيادة الرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين على جهودهم في وقف إطلاق النار في غزة. طبعا يا شاذلي هنحب نذكر نفسنا ونذكر مشاهدينا بأن الموقف نفسه حصل السنة اللي قبلها في مايو 2021، وقتها مصر برضو نجحت في أنها تفرض التهدئة في غزة وبدرت بفتح معبر رفح واستقبلت الجرحى في المستشفيات المصرية وأرسلت أطنان من المساعدات الطبية والغذائية. وقتها كانت المبادرة العظيمة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مصر 500 مليون دولار بتخصص لإعادة إعمار غزة، وأعتقد أنت كنت شاهد عين على الموقف ده. كنا موجودين طبعا في التوقيت ده، وطلعنا صباح الخير يا مصر من غزة في هذا التوقيت. ويعني شيء بشيء يذكر، من كام يوم كده يعني بالصدفة قابلت مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين هنا في القاهرة وبيقولوا لي كيف غزة، قلت لهم غزة بخير وأهلها طيبين الحمد لله، لكن السفرية فات عليها كتير، ده فات عليها سنة ونص تقريبا. فلقيتهم بيقولوا إن أهل غزة فاكرينكم كويس قوي وفاكرين الجهد اللي عملته مصر خلال الفترة اللي فاتت وتحديدا في هذا التوقيت، لأنه كان وقت صعب جدا على غزة. ولما رحنا وشفنا الوضع هناك كان عامل إزاي، الوضع كان صعب جدا وكان سيء جدا، فطبيعي إن مصر مدت إيد العون لأشقائنا الفلسطينيين وبدأت، وشفنا حجم الشغل والمجهود اللي عملته مصر في إعادة أعمار غزة. فاكر وقتها كويس قوي مجموعة من الصور اللي لا يمكن أنساها في حياتي، صور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية موجودة في الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، الكل بيتغنى باسم مصر، الكل بيتكلم باسم مصر. المشهد ده بالتأكيد ليه معاني كبيرة جدا وبيعكس حجم الجهود اللي قام بيها السيد الرئيس والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وكمان بيعكس تقدير الشعب الفلسطيني لقيمة مصر الكبيرة ودورها في حماية الشعب الفلسطيني. بصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.